تفر من الله إلى غير الله، كنت تتلذذ بطاعة الله أصبحت تتلذذ بمعاصي الله، كنت تتقلب مع العباد ومع الزهاد أصبحت تتقلب مع الزواني والزانيات، مع آكلين الربا ومع شاربين الخمر والعياذ بالله. أيها الإخوة، الانتكاسة ليست بالهين. إذا قابلت الله عز وجل ماذا ستقول له؟ يا من يريد الانتكاسة أقول لك انتكس، ولكن قبل أن تنتكس ضع في أذنيك وأعد السؤال جوابا. إذا سألك الله يا عبدي ألم أكسوك؟ ألم أكرمك؟ ألم أعطيك؟ لماذا تركتني وذهبت إلى غيري؟ ما سيكون جوابك لله عز وجل؟ تريد أن تتمتع بملذات الدنيا دون أن تتقرب إلى الله عز وجل ولا بشيء؟ الذي يريد الانتكاسة فليعلم وليستشعر وليضع هذا الكلام نصب عينيه، لن تضر الله شيئا، إنما تضر نفسك يا غالي. لذلك الذي يتمسك بالاستقامة هو الذي فاز الفوز العظيم يوم القيامة. أيها الإخوة، الاستقامة أمر عظيم، ما تكلم الله سبحانه وتعالى في الآيات وما ذكرت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعظم أمرها. المستقيم هو الذي يراقب الله جل جلاله في سكناته وفي حركاته، يعلم أن كل أمر يفعله أن الله يرصده له، ويعلم أن كل أمر يفعله أن الله قد سجله وأنه مسجل في اللوح المحفوظ من قبل أن يولد هذا العبد المسكين. عجيب أمر الناس أيها الإخوة، حينما وجد السعادة في الصلاة، وربما البعض كان مديونا والبعض كان مغموما ومهموما، حينما فرج الله عنه ما كان يهتم به قابل الله بالإساءة، قابل الله بالإساءة على ذلك هو الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يكرمك ويعطيه ثم تريد أن تقابله بالإساءة والعياذ بالله. الذي هذا هو حاله فليراجع نفسه يا غالي، فليراجع نفسه أيها الإخوة، لأن هذا الأمر أيها الإخوة ليس بالهين، وإنما أمر عظيم. حينما تبلى السرائر ويعلم الله ما في تلك القلوب والعياذ بالله، إذا بها لا تعظم الله جل جلاله.